وبالنسبه لي اول حاجه كنقول بان كتعتبر من احسن البطولات ديال العالم، لان اي لاعب كما كان نوعو كيحلم باش يلعب باش يلعب الليغا. وبالنسبه لنا حنا كنا محظوظين باش شاركنا فيها ولكن حاجه واحده ماشي شاركنا فيها، ولكن ساعدنا في المنتوج ديالها، ان باش تلعب في الليغا ديك الوقت ماشي سهل، خصك تكون جميع النواحي مستعد. انا ما نقدرش نحكم كل واحد كيفاش كيفكر، انا ما نقدرش نحكم. انا ما اظن مؤخرا ما نقدرش، لان على ما اظن كنظن بان اللاعب المغربي عنده مؤهلات باش يلعب في لا ليغا اسبانيول، لان بحكم التجربه لا سيركانيا القرب بيننا وبين العقليه كنقول بان خاصنا حاجه واحده هي العمل على لاباز باش يلعب في البطوله. كنظن بان تكون عنده ديك لا فولونتي وتكون تالي زون كادرو من يا لا فورماسيون، كنقول لا فورماسيون. واول حاجه كنبغي حتى بالنسبه لا ليغا هنايا كنتمنى باش نستافدوا منها، لان لجينا نشوفوا بان هما جاو هنايا ماشي كوم دي كونكورون، ولا خصنا نستافدوا منهم، لان جينا نشوفوا في البلانيفيكاسيون ديالهم الاورغانيغرام ديالهم هذا من 2013 لدابا تقريبا، وعندنا هذوك المشاكل صراحه، لان عندنا مشاكل ديال الفرق اللي عندهم مشاكل ماديه، وهذا خصنا نعاودوا ماشي الحسابات، ولكن نعاودوا نراجعوا الاوراق ديالنا ونستافدوا من ماشي من لا ليغا، من واحد المجموعه ديال من ماشي التدبير المالي، ماشي التدبير المالي، ولكن التدبير المالي خصنا الناس اللي غادي ماشي التدبير المالي اي واحد راه ولكن خصنا نجيبوا الناس اللي غادي ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.